بشوف فيه انه بيجسد الشخصيه. اكتر واحد حسيتي انه ارتحتي معه مين؟ احمد زكي. احمد زكي ويوسف شعبان. صلاح قبيل. صلاح قبيل. هل بتشوفي الان بنجوم اليوم الحالي في حدا بيشبههم شيء؟ ما هو في اختلاف عشان في الاجيال اختلفت. الاجيال في كل حاجه اختلفت دلوقتي. ففي دلوقتي اللي موجودين دول مناسبين جدا للجيل الحالي اللي بيروح يتفرج عليهم واللي بيقعد يتابعهم واللي هم منه. والله الافلام اللي بتتعمل بتخاطب الاجيال الحاليه احنا خلاص. لكن في اجيال دلوقتي حاليه بتشوفي بتتعمل لهم موضوعات خاصه بيهم هم فاهمينها كويس.